في دراسة بتقول، الدراسة دي رغم انها جديدة بس انا اعتقد انها محتاجة تتعاد تاني، لان دراسة بتقول ان او بتصنف كبار السن ان هم بعد الستين، وان هم محتاجين ان هم يناموا وقت الظهر اللي بيسموها نوم القيلولة. قيلولة. انا اعتقد بالتعريف الجديد لفكرة العمر بالنسبة للناس على حسب منظمة الصحة العالمية، اعتقد ان فكرة النوم الظهر والناس تبقى أميل للنوم والمخ على فكرة بيستعد أنا طول عمري عافيته كنت كده وما زلت، تنمي الظهر. يعني احنا أنا يعني أنا من الناس اللي اتربيت كنا بنيجي من المدرسة على الساعة ايوه اتنين اوكي ونص لازم ننام الظهر، ماما كانت تقول لنا دايما لازم تنام ونصحى الساعة 6 أو 5 ونص. أنا كنت اتعودنا بتصحي نشيطة ولا بتصحي متضايقة؟ في الأول كنت بصحى واحنا صغيرين ما كانش تفرق معايا، لما العادة بقت خلاص حاجة يعني أنا في أي وقت وأنا في البيت هتلاقي البيت كله هص الساعة 3 الظهر سواء كبار أو صغيرين كلنا ننسحب ونخش ننام. لما كبرنا بننام بس أنا بصحى مهمدة، يعني ممكن أكمل بقى أكمل للآخر، هل بقى ده سن ولا إيه لا هو انا بتهيالي النوم، مش عارفة، مع إن الدراسة بتقول إنه بيكبر مساحات المخ النوم لا اللي بقى بس القيلولة ده. يعني انا ما بحبش انام الظهر اصلا، بنام بصعوبه بالليل، بس ما بحبش فكره نوم الظهر. بس عمرك ما نعستي ولو نمت ممكن، لو نمتي بتصحي مزاجك سيء جدا جدا لانك لا نمتي ولا ما نمتيش، يعني ممكن اللي هو يعني تعملي اي حاجه تلغي فكرة النوم في غير الميعاد بتاع النوم. لكن في ناس لا، بس معتادين على ممكن نوم فترة الساعة ونص الظهر بيفرقوا، دي أو العصر أو المغرب. ده أجمل، ده من أجمل الأوقات، أنت لا بس عشان ما مش مجرباها. لا لا لا، أنت بتقولي أنت عشان مش ف... أنت عشان بتقولي إن أنا لازم أصحى، بس أنا عايزة أقولك إن النص ساعة أو الساعة اللي بتناميها في الوقت ده عظمة، كأنك نايمة 10 ساعات، عظمة بجد. لا بتبقى أنا بستمتع بيها، كنت وانا صغيره بستمتع واقوم زي الحصان وانزل وبتاع، لكن لما بعملها دلوقتي لا، ممكن اخد لي شويه في السرير لغايه ما افكر انا هعمل ايه. طب انا هنزل اتفرج على مسلسل مع اهلي، لكن عظمه. لا لا، الله الله، لا أنا والازاز عندي مفتوح الحياة وان شوت، والهواء لا لا، ده رائع. لا الحياة وان شوت وان وبس، شوت، نعرف يعني الواحد بس يحضر نفسه للنوم بالليل انا في يعني. الاجازات انام بعد الظهر، لكن هو انا معاكي وان شوت، لان حياتنا احنا من ساعه ما بنصحى لغايه ما بنرجع من البرنامج ما بيبقاش في عندك قيلوله، لانك لو دخلتي تنامي، ومع ذلك انا بعمل كده، انت عارفه بجد انت تروحي عارفه تنامي؟ انا مؤخرا بقيت غريبه جدا، يعني مثلا بنخلص هنا 5، فبوصل التجمع والبيت عندي 6 ونص، بقعد شويه الاقيني نعست اخش اصحى الساعه 9 بالليل، وتصحى عادي فايقة وتعرفي تنامي تاني 11. بجد؟ والله برافو، يعني الناس اللي عندها المقدرة وساعتهم 11 البيولوجية 11 ونص بكتير. مساعداهم على القصة دي. لا ما ببقاش عارفه انا صاحيه الساعتين دول بعمل ايه، انا بلعب في الوقت الضايع، يعني وانا صاحيه بس انا مش صاحيه، بس اللي هو في شرنقة النوم يعني باين باين بس يعني. بستمتع. لا بستمتع، لا النوم بعد الدور ده رائع. خلص على كل حال، اللي بيحب ينام بعد الظهر، الدراسات بتقول ان فترة القيلولة دي فترة مهمة جدا شفتي؟ علشان المخ، ولان احنا بنفقد من سن ال30 بنفقد جزء من التركيز، او يمكن من سن ال25 بيبقى فيه نسبة بسيطة وبعدين تبتدي تزيد هي بتزود مساحة سنويا. مساحة المخ، النوم في الوقت ده بيزود من وسع اتساع المخ، فبالتالي ما بيخليناش الناس اللي متعودة انها تنام بعد الظهر ما تلاقيهمش بينسوا، بتلاقي ان ذاكرتهم احسن. ممكن يعني لو دي عادة بتحبوها فالعلم بيقول انها زي الفل، لو دي عادة بتخلي مزاجكم سيء طبعا انا سامعه، زي انا زي في ناس كتير حالتي زيك، في زي ناس زي حالتي حالاتك ما تعملوهاش، لان هو حجم المخ ويصحوا متضايقين وجسمهم مكسر وكأنهم او مزاجهم مش حلو. هم بيقولوا ان حجم المخ لما بيتقلص احنا بنفقد نسبة في فكرة التركيز والذاكرة و و و فجربوا
يمكن لو بقت روتين في اليوم تبقى افضل. بس انا اعتقد ان في ناس ما عندهاش رفاهيه انها تنام الظهر وعندها انها تنام بالليل، ده بتقعد تحلم بان النوم يجي بالليل، لان في ناس علاقتها بالنوم حب من طرف واحد زي حالاتي، بس ساعات انه بيحن عليا. لكن على كل حال يومكم حلو وكل سنه وانتم طيبين، ويومكم ايامكم كلها اعياد.